ننتقل أعزائي للفقرة ب من درس النعت لنقرأ معا هذه الأمثلة. يا له من داء عضال، يا له من داء عضال، أعطوا هذا المسكين دواء نفعه أكيد ومفعوله مديد. أعطوا هذا المسكين دواء ينفعه، أعطوه دواء طيبا سائغا يطيل عمره. في المثال الأول جاء النعت اسما مفردا ظاهرا، من يدلنا عليه؟ نعم يا آية جلول. نفعه في المثال الأول دواء نفعه أكيد ومفعله مديد. انتبهي يا آية، سألنا في المثال الأول يا له من داء عضال، قلنا أن النعت في هذا المثال جاء اسما مفردا ظاهرا وهو كلمة عضال. يا له من داء عضال، المنعوت هنا هي كلمة داء، وعضال جاء اسما مفردا ظاهرا. في المثال الثاني، نعم يا الآن حلي لنا السؤال، في المثال الثاني أين النعت والمنعوت؟ أنسي الدواء. دواء المنعوت، ما هو النعت؟ أنسي دواء منعوت، نفعه أكيد ومفعوله مديد. نعم، النعت هنا جاء جملة هي جملة نفعه أكيد، أعطوا هذا المسكين دواء نفعه أكيد، جاءت نعت لكلمة دواء ونوعها هنا جملة اسمية. في المثال الثالث أعطوه دواء ينفعه، النعت هنا جاء جملة ينفعه وهي جملة فعلية. إذن عندما تحدثنا عن إعراب الجمل في حصص سابقة قلنا أن بعد الاسم النكرة تكون الجملة محلها الصفة أو النعت، بعد النكرات صفات. هنا نفعه أكيد وينفعه جملتان، الأولى اسمية والثانية فعلية، وكلاهما جاء في محل نصب نعت لكلمة دواء. نلاحظ معا في المثال الثاني أعزائي، أعطوا هذا المسكين دواء نفعه أكيد. طبعا جملة نفعه أكيد هي جملة اسمية تكونت من مبتدأ وخبر، المبتدأ هو كلمة نفعه والخبر هي كلمة أكيد. جملة اسمية تكونت من مبتدأ وخبر في محل نصب صفة لدواء. لاحظوا معي الهاء، الضمير المتصل في كلمة نفعه، على من يعود؟ من المقصود بهذا الضمير؟ نعم يا كامل. الضمير يعود على المنعوت. نعم، إذن الضمير يعود على كلمة دواء وهي المنعوت، نفعه المقصود يعني نفع الدواء أكيد. بارك الله بك. في المثال الثالث كذلك الأمر، أعطوا هذا المسكين دواء ينفعه. ينفعه هنا ينفع فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في هذا المثال الضمير المستتر، عندما قلنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، على من يعود هنا؟ نعم يا ريهام. سيعود على الدواء. نعم، يعود على كلمة الدواء وهي المنعود. إذن ركزوا معي قليلا، في كلمة ينفعه الكلمة الفعل ينفع فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المنعود كلمة دواء، والهاء الضمير الظاهر ينفعه ضمير مستتر، عفوا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طبعا ينفعه هذه الهاء على من تعود؟ تعود على كلمة المسكين. أما الضمير المستتر الذي قدرناه في محل رفع فاعل يعود على المنعود دواء. إذن الضمير المستتر في الفعل ينفعه يعود على المنعود دواء. في الأمثلة السابقة نريد أن نحدد المنعود في كل منها
وأنا أعرف هل هو معرفة أم نكرة. طبعاً نحن قمنا بهذه الخطوة فقلنا أن المنعوت هو كلمة داء، يا له من داء عضال، أعطوا هذا المسكين دواء، أعطوا هذا المسكين دواء نفعه أكيد أو دواء ينفعه، أو أعطوه دواء طيبا سائغا يطيل عمره. في كل هذه الأمثلة هل جاء المنعوت اسم نكرة أم معرفة؟ نعم يا غزالة. أنسي نكرة. نعم، إذا جاء اسم نكرة وهو كلمة داء أو كلمة دواء. المنعوت في المثال الرابع هو كلمة دواء، أعطوه دواء طيبا سائغا يطيل عمره. من يحدد لنا النعت في المثال الرابع؟ نعم يا أحمد. أحمد زيدان. إيه أنسي معك. أنسي بس هو السؤال، أين النعت في المثال الرابع؟ أنسي دواء طبيبا طيبا. نعم طيبا. أعطوه دواء طيبا. أقول عن كلمة سائغا إذا، أليست هي أيضا صفة للدواء؟ أنسي نعت سائغا، نعت كمان. نعم أيضا هي نعت. يطيل عمره، هنا جملة يطيل هي جملة فعلية والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره هو يعود على كلمة دواء. إذن ماذا نعربها هنا يا كامل؟ جملة يطيل عمره. أنسي جملة في محلها في محل صفة للدواء. نعم بارك الله بك. إذن جملة فعلية محلها النصب في محل نصب صفة لكلمة دواء. إذن لاحظنا أن النعت في المثال الرابع قد تعدد، فجاء طيبا، المنعوت واحد، طبعا المنعوت واحد هو كلمة دواء، النعت الأول هو طيبا، النعت الثاني كلمة سائغا، النعت الثالث جاء جملة فعلية في محل نصب نعت لكلمة دواء. من خلال قراءتنا لهذه الأمثلة ما هي النتيجة التي توصلنا إليها؟ نعم يا آية. أسعد السؤال. من خلال قراءتنا لهذه الأمثلة ما هي النتيجة التي نتوصل إليها؟ النعت قد يأتي اسما مفردا كما في الأمثلة الأولى، اسما مفردا ظاهرا، جملة اسمية أو فعلية، مستتر يعود على المنعوت. إذن قد يأتي النعت اسماً مفرداً ظاهراً أو جملة اسمية أو فعلية أن يعود على المنعوت. هذا الضمير إما أن يكون ظاهراً أو بارزاً أو يكون ضميراً مستتراً يعود على المنعوت. إذن عندما يكون النعت جملة لابد له من ضمير يربطه بالمنعوت. وأخيراً قد تتعدد النعت والمنعوت واحد، يعني تتعدد الصفات والموصوف واحد كما رأينا في المثال الأخير. أي سؤال طلابي عن الفقرة ب؟ الآن يعطيك العافية. الآن بارك الله بكم. لنحل معا هذا السؤال ونتأكد من معلوماتنا. انظر الأمثلة الآتية وعين النعت واذكر نوعه فيما يلي: سمع الطبيب نبضات قلب يركض خببا. أين النعت في هذه الجملة؟ نعم يا إسراء ضبعان. يركض جملة. نعم يركض جملة فعلية في محل جر نعت لكلمة قلب. سمع الطبيب نبضات قلب يركض خببا، لماذا قلنا محلها الجر؟ لأن المنعوت جاء مجروراً مضاف إليه مجرور. من سيدلني الآن على الرابط الذي ربطها بالمنعوت؟ ما هو الضمير الذي ربط جملة يركض بالمنعوت قلب؟ نعم يا آية جلول. انتبهوا معي، هنا قلنا أن ذكرنا أن الجملة النعت عندما يأتي جملة لابد له من رابط يربطه بالمنعوت، إما ضمير ظاهر أو مستتر. أنا أسأل عن هذا الضمير، أين هو في قولنا قلب يركض خبب؟ أليس ضمير مستتر تقديره هو؟
نعم بارك الله بك. إذا يركض فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على كلمة قلب. طبعا لنسهل إعراب الجملة قلنا أن الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي نؤولها بمفرد. تأويل الجملة هنا: سمع الطبيب نبضات قلب راكض خببة. أولنا الجملة بمفرد فعرفنا أن محلها هو جر نعت لكلمة قلب. المثال الثاني: وصف الطبيب للمريض دواء طعمه حلو. نعم يا صفا. نعم يا ريم. نعم أنت. نعم حلوان اسمية في محل نصب نعت. بارك الله بك. إذا جملة طعمه حلوان اسمية في محل نصب نعت للدواء، دواء طعمه حلوان. ما الذي ربط الجملة بالمنعوت هنا؟ ما هو الضمير الذي ربط الجملة بالمنعوت هنا يا غزالة؟ نعم أنسي دواء طعمه حلو. نعم الضمير المتصل في المبتدأ هنا، طعمه مبتدأ وحلو خبر. الهاء التي اتصلت بالمبتدأ طعمه على من تعود يا غزالة؟ أنسي على المنعوت دواء. نعم إذا تعود على المنعوت دواء. إذا الرابط أو الضمير الذي ربط جملة النعت بالمنعوت هو الهاء التي اتصلت بالمبتدأ طعمه. المثال الأخير: شربنا حليبا ساخنا حلوا يغذي الجسم. نعم يا كامل. أنسي ساخنا منعوت النعت. نعم والمنعوت؟ أنسي حليبا. هل لدينا نعت آخر في هذا المثال؟ ما رأيكم؟ نعم أنت لدينا. نعم يا ريهام، أين النعت؟ أنت عندنا حلوان نعت ثاني، وعندنا يغذي جسمه نعت ثالث. ممتاز ممتاز يا ريهام. إذن في هذا المثال انتبهوا معي: شربنا حليبا ساخنا حلوا يغذي الجسم. المنعوت هو كلمة حليبا، النعت الأول هي كلمة ساخنا وصفت كلمة الحليب، ثم حلوا أيضا نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وجملة يغذي جملة فعلية في محل نصب نعت لحليبا. حسنا إذا أين هو الضمير الذي يعود على المنعوت في جملة يغذي جسمه؟ نعم يا ابتسام. أنسيليا. يغذي هنا الفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تعود على المنعوت حليبا. الياء هنا من أصل الفعل يا ابتسام. إذن قد يتعدد النعت والمنعوت واحد كما في المثال الأخير. هكذا يكون انتهى درسنا لهذا اليوم.